podcast. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد من الأخوان ما ذكر اسمه مخرج حديث من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. يقول الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى فقال روينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عرضنا له. أنت اللي جايبه لكن تعرفه جوال من ضغط عليه وأنا ما دريت ولا شيء حتى حول ولا قوة إلا بالله. شيخ بشير بن حازم ها شو يعني شيخ بشير وبشير سمعت غير اللي انت تقصد ها ايه من عرض عرضناه عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. وهو فيما انبأنيه ابو عبد الله الحافظ اجازة يعني الحاكم قال انبأنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن هارون بن منصور قال حدثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر فذكره. وأخرجه الديلمي بلفظ من حرق حرقنا به ومن عرض عرضناه ومن نبش دفناه. وعزاه السيوطي بالجامع الكبير إلى ابن لال. والديلمي من حديث عمران بن يزيد ابن البراء عن أبيه عن جدي لكن وقع فيه من خرق خرقناه. وتابعه على هذا اللفظ والعزو صاحب كنز العمال لا بشير ولا بشر لا بشير ولا بشر بحازم ايه. وزاد الشوكاني في نيل الأوطار نسبته إلى البزار ولم أجده في مسنده ولا رأيت أحدا عزاه إليه غيره إلا أن صاحب تحفة الأحوذي نقل كلام الشوكاني بحروفه. وروى البيهقي أيضا في معرفة السنن والآثار ثم قال عقب هو في هذا الإسناد بعض من يجهل. قال الذهبي في المهذب اختصار السنن الكبرى ما أعرف بشرا ولا شيخه ولا رواية لهما في الستة. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وفي هذا الإسناد من تجهل حاله كبشر وغيره. قال ابن حجر بالدراية في إسناده من لا يعرف. وبشر هذا اختلف في اسمه فقال ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه قال أي الذهبي باشر بن خازم زيادة ألف شيخ لمحمد بن أبي بكر المقدمي قلت ولمعلى بن أسد والمعروف باشر أبو خازم الخاء. وقد ذكره المصنف في حرف الحاء المهمل بكنيته فقال وأبو خازم في حرف الحاء المهملة بكنيته فقال وأبو خازم سر أبو حازم إيه؟ شيخ لمعلى بن أسد انتهى. وقال عبد الغني بن سعيد باشر أبو خازم حديثه في البصريين روى عنه معلى بن أسد ومحمد بن أبي بكر المقدمي يقال في اسمه على ما وجدناه في رواية يوسف القاضي وغيره فيقول بشر بن خازم. في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم باشر ابن حازم الشامي روى عن أبي عمر أو روى عن أبي عمران الجوني روى عنه محمد بن أبي بكر المقدمي سألت أبي عنه فقال شيخ مجهول. قال أبو محمد وروى عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب.
وعلق المعلم على اسم أبيه بقوله مثله في الميزان واللسان وصنيع أصحاب المشتبه يقتضيه، ووقع في نسخة ميم خازم. وقال الذهبي في الميزان والمغني في الضعفاء باشر ابن حازم عن أبي عمران الجوني مجهول. أما عمران بن يزيد بن البراء فلم يجد له ترجمة، وسماه ابن حجر في التلخيص الحبير عمران بن نوفل ابن يزيد بن البراء، وزيادة نوفل في نسبه لم أجدها عند غيره، وقد ذكر الحديث في موضع آخر من التلخيص وفي الدراية بدون الزيادة. وأبو يزيد بن البراء من رجال التهذيب، روى له أبو داود والنسائي ووثقه ابن حبان والعجلي، وقيل إنه كان أميرا على عمان. والحديث قال عنه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قاله زياد في خطبته، وأقره ابن عبد الهادي والذهبي، وكلاهما في تنقيح التحقيق له. وقره ابن عبد الهادي والذهبي كلاهما في تنقيح التحقيق كلاهما في تنقيح التحقيق له ابن عبد الهادي ابن الجوزي التحقيق، لكن التنقيح لابن عبد الهادي. لكن وش دخل الذهبي؟ وأقره ابن عبد الهادي والذهبي كلاهما في تنقيح التحقيق له. لمن؟ ما قال لابن الجوزي، لو قال عنه ابن الجوزي في التحقيق. طيب، على كل حال تحتاج إلى تحرير العبارة. وذكر مثله ابن حجر في التلخيص الحبير، وضعف الحديث كذلك الألباني في إرواء الغليل. وزياد المذكور هو زياد بن أبي، قال الذهبي في الميزان لا نعرف له صحبة، مع أنه ولد سنة الهجرة، وخطبته المشار إليها هي التي تدعى البتراء، ألقاها حين ولي البصرة سنة 45، أوردها بطولها الطبري في تاريخه. وغيره من طرق فيها مقال، ومما جاء فيها وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقته، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نقب بيتا نقبت على عن قلبه، ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا. فكفوا على أيديكم وألسنتكم، أكفف يدي وأذاي، لا يظهر من أحدكم منكم لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال زياد ومن عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له. تنبيه، أورد الصنعاني في سبل السلام الحديث المرفوع بلفظ من غرض غرضنا له، يعني من جعل أحدا غرضا لسهم أو ما أشبه ذلك يجعل مثله. وشرحه بقوله أي من اتخذه غرضا للسهام، وكذلك بالمعجمة في أصله البدر التمام، لكن دون الشرح. وتبع صاحب فقه السنة لفظ الصنعاني وشرحه، والظاهر أنه تصحيف. على كل حال أينما دار فهو على مجاهيل وناس لا يعرفون، فهو ضعيف. أذن الباب كله مقروء، كملنا قراءة الباب. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأما إذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه بأن وصل الجرح إلى عظم. إذا وصل الجرح إلى عظم أمكن اقتصاص منه كالموضحة مثلا، فإنه يقتص منه، بخلاف ما إذا كان لم يكن له نهاية إلى عظم كما سيأتي في بعض الأنواع. وكذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل،
قطع منه مثل ذلك المفصل، لأنه يمكن الاستيفاء مع العدل ولا يحصل فيه ضرر ولا جور. إذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله، يعني مماثل له يقاد به حر بحر وهكذا، إذا كانت شروط القصاص متوافرة في النفس فكذلك القصاص في الجرح والطرف يحصل، إذا كان بالشرط المذكور، إذا كان يمكن الاقتصاص منه بلا حيف. قال: وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص. لماذا؟ لأنها لا تنتهي إلى حد يمكن الاقتصاص بلا حيف، لأن المأمومة هي التي تجرح الجلد وتتجاوز اللحم والعظم وتأم الدماغ تقصده، هذه لا يمكن الاقتصاص منه بلا زيادة ولا نقصان لأنها لا تنتهي إلى حد. والجائفة التي تتجاوز الجلد واللحم إلى الجوف مما لا يكون في طريقه عظم، وتقطع الأذن بالأذن، هذا سهل ومنصوص عليه، والأنف بالأنف كذلك، والذكر بالذكر، كلها يمكن الاقتصاص منها بلا حيف. والأنثيان بالأنثيين، والأنثيان بالأنثيين، وتقلع العين بالعين، جاء بذلك النصوص، النص ظاهر في القرآن. والسن بالسن، السن بالسن، يعني إذا قلع السن كاملا قلع سنه كاملا، إذا قلع السن كاملا قلع سنه كاملا، لكن إذا كسره قال: وإن كسر بعضها برد من سن الجاني مثله، يبرد بالمبرد، معروف المبرد؟ نعم، يبرد، برد من سن الجاني مثله، لأنه يمكن الاقتصاص. طيب إذا قطع منه بضعة لحم ويمكن أن يقتص مثله بقطع مثلها، حيث لا تزيد ولا تنقص، ما يقال هذا مثل السن؟ ليظهر أنه مثله، كان ابن القيم يميل إليه. نعم، هي ما تنتهي إلى عظم، لكن بالمسبار بالمقياس يمكن أن يأخذ منه بدقة في مثل هالوقت، يمكن في وقتنا هذا، والأول لا تضمن سرايته، لأنه يقول: إن كسر بعضها برد. برد من سن الجاني مثله، ولا تقطع يمين بيسار، ولا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، لعدم التماثل، المنفعة تختلف والموقع يختلف فلا تقطع بها. وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قوت، لعدم تحقق المماثلة، تلك ما فيها منفعة، كما لو كان عين الأعور قائمة ففقعها شخص، هل تؤخذ عينه السليمة؟ لا، لعدم المماثلة. ها؟ لا، وين يترك؟ ما في تعازير، ما في عقوبات أخرى، لكن القصاص، القصاص لابد يدرأ بعدم المماثلة. لا، الكلام الآن في المجني عليه مشلولة والجاني يده سليمة، أما إذا كان العكس سيأتي. نعم، إيه، هو نقص مؤثر، مؤثر بحيث لا يشم أو المقصود أن الأنف بالأنف، هذا متفق عليه ومنصوصا عليه في القرآن. الفروق اليسيرة، الفروق اليسيرة ما تؤثر، يعني لو كان هذا أفنس
أو أفطس، والثاني سليم أنفه قويم، ما التفت إلى مثل هذا. ها؟ إيه معروف. وإذا كان القاطع أشل والمظلوم سالمة، يعني يده سالمة، فشاء المظلوم أخذها أخذ المشلولة بدل يده السليمة فله ذلك، لأن له فوقه. فإذا تنازل عن الفارق بين يده ويد الجاني فالأمر إليه، ولا شيء له غيرها. قال هذه الشلة أنا بتقطع وأريد نصف الدية مثلا، لأن المنفعة غير موجودة في الشلة، ليس له غيرها. وإن شاء عفا وأخذ دية يده، واليد لها نصف الدية. وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل، وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو غائب مع حاضر، لم يقتل حتى يقدم الغائب أو غائب فقط، يعني كان وليه غائبا ينتظر حتى يقدم، وإذا كان طفلا ينتظر حتى يبلغ. لكن إذا كانت الغيبة مجهولة المفقود إيش؟ على ما فصله العلماء ينتظر. كما ينتظر الطفل أبو سنة ينتظر أن يبلغ. ها؟ وين؟ لا ينتظر به المجنون، لا ينتظر به، ينظر إلى بقية الورثة، وجوده مثل عدمه. وين؟ الغائب مثل ما قالوا في المواريث في انتظار الزوجة، أو مثلا إذا كان غيبها الغالب عليها الهلاك. وعلى كل حال الانتظار ما يتضرر به أحد، يستفيد من الجاني، يستفيد من الجاني. نشوف المسألة اللي مرت بنا اللي ذكرناها قياسا على السن في القطع، ذكرها المغني ولا ما؟ ما أمكن استيفاؤه بلا حيف مما لم يذكر. لا، السن معروف يبرد، لكن الكلام فيما إذا قطع منه قطعة لحم حجمها كذا ووزنها كذا وأمكن الاستيفاء منه بدقة. شو أخذ زيادة؟ مثلاً قطع هو قطع سبعة وأراد قطع السبع فقطع اثنان أو جرح أو من مفصل واحد وقطع من مفصلين. من الجاني في هذه الحالة؟ هل أمر به؟ لا، كما سيأتي في مسألة لو أمره الأمير بقتل شخص، وإذا كان خطأ له حكم، وإذا كان عمد له حكم. يبرد. هي يبرد. يعني لو قسم في نصف السن يقصر نصف السن. ويقولون في المضيحة بالمساحة. هي. يعني مش الفرق بينهم. شلون؟ يعني في المضيحة إذا أوضح مثلا ما بيقضون بالأجزاء، يقض مثلا نصف رأسه أو كذا بيقضون بالمساحة. مثلا الجرح مثلا 5 سم. إيه، لأنه ما هو المقاصة عظم بعظم كالسن. مقاصة أوضحت العظم، فيأخذون من اللحم الذي يوضح العظم بقدر ما جنى. واضح الفرق. نعم. ما يستوفى إذا لم تكن من مفصل فلا تستوفى. أي حكومة يسمونها. لو رضي الشيخ يعني بأن يرضى بالعقل.
يرضى بالأقل مع نصف الساعد، قال أبي من مفصل الكف. نعم، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ نعم، لأنه أقل من حق. ها؟ لا ما يأخذ، إذا رضي به خلاص. مثل من رضي الشلاء في مقابل الصحيح، ليس له غير ذلك. نعم، في شيء؟ أحسن الله إليك، مع وجود هذه الأجهزة الحديثة الدقيقة، ما يقال أنه يمكن الاقتصاص ولو من غير مفصل، والأصل هو القصاص. لا، هو مسألة الاستيفاء من نصف الساعد حتى في القديم موجود، فما هو قالوا يبرد السن تنشر اليد، لكن ما قالوا بهذا. لكن قالوا يخشى أن المنشار يعني لا ينضبط، يأخذ أكثر من حقه، ربما يتطاير شيء من العظم أزيد مما للمستحق مستوى. لكن مع هذه الأجهزة الدقيقة الحديثة، شو وش قال؟ صلى الله في كرة في الموضحة. قال رحمه الله تعالى: وليس في شيء من شداد الرأس قصاص من سوى الموضحة، سواء في ذلك ما دون الموضحة كالحارسة والبازلة والباضعة والمتلاحمة، لأن لا تنتهي إلى عظم، والسبحاء وما فوقها، وهي الهاشمة والمنقلة والآمة. وبهذا قال الشافعي: فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحدا أوجب فيها القصاص، إلا ما روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة، وليس بثابت عنه. المنقلة التي تهشم العظم وتنقله من مكانه. نعم. ومن قال به عطاء وقتادة وابن شبرمة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف ذلك، ولأنهما جراحتان لا تؤمن الزيادة فيهما، أشبه المأمومة والجائفة. وأما ما دون الموضحة فقد روي عن مالك وأصحاب الرأي أن القصاص يجب في الدامية والباضعة والسمحاق، ولنا أنها جراحة لا تنتهي إلى عظم، فلم يجب فيها قصاص كالمأمومة، ولأنه لا يؤمن فيها الزيادة فأشبه كسر العظام. وبيان ذلك أنه إن اقتص من غير تقديم أفضى إلى أن يأخذ أكثر من حقه، وإن اعتبر مقدار العمق أفضى إلى أن يقتص من الباضعة والسمحاق موضحة، ومن الباضعة سمحاقا. لأنه يتفاوت من شخص إلى شخص. السمين إذا جرح نصف اللحم والجارح نحيف وصل العظم، صارت موضحة. نعم. ها؟ هو قريب، لأن الاستيفاء في لحم. إيه، هو الإشكال لو كان على حد سواء في سمك اللحم وأخذ 2 مليم، قال بأخذ مثله، وهذا ممكن، ويبقى على العظم مثله، وممكن الاستيفاء من غير حيف ولا تعدي ولا شيء. وإلا إذا كان واحد سمين واحد نحيف، فإذا استوفينا باضعة، نعم، منها أو سمحاق من هذا وصلت إلى العظم من النحيف، ما في مماثل. نعم. قال: ومن الباضعة سمحاقا، لأنه قد يكون لحم المشدود كثيرا، فبحيث يكون عمق باضعته كعمق الموضحة الشاد أو سمحاقه، ولأننا لم نعتبر في الموضحة قدر عمقها فكذلك في غيرها. وبهذا قال الحسن وأبو عبيد. انتهى. قال رحمه الله: من عفى من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل من الورثة، أي وارث، سواء كان عاصب أو صاحب فرض، سواء كان من الفروع أو من الأصول أو من زوج أو زوجة، وإن كان العافي زوجا أو زوجة الذي عفى عن القصاص، وإن كان، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ورواية عن أحمد أن العفو إنما هو للعصبة، أن العفو إنما هو
للعصبة. صلى إليك. فيما يتعلق مثل العين بالعين والأذن. العين بالعين مثلا. الله عز وجل أطلق. فإذا كانت عين الآخر غير سليمة فلا يعتبر قضية مثلا جمال الوجه مثلا بالعين أو شيء من هذا. بمعنى تؤخذ كقصاص. المقصود أن عين قائمة مبصرة ليست عوراء، ومع ذلك التقارب فيه واضح. كل واحد أحول جني عليه، تقول ما تأخذ عين المستقيمة، عين مش معبرته عمره كله. لكن لو كان أعور وأخذ السليمة هل يقتص من وأخذ السليمة؟ ما بقي له، صار عمى. يكتفي بواحدة ولا لا؟ ها؟ يكتفي بواحدة. والعكس إذا كان جاني أعور والمجني عليه أخذت عين وبقي واحدة، ها؟ ولا عين بعين. وفي العكس، العكس إذا صار مجني عليها عوار وذهب، نأخذ السنتين ونصف الدية. قال وإذا اشترك الجماعة في القتل، شارك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك، لأنه يقتل الجماعة بالواحد. وإن أحبوا أن يقتلوا البعض اقتصوا من البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين. اشترك ستة في قتل شخص يقتلون به على ما تقدم، فقال أولياء الدم نبي نقتل اثنين واثنين نبي نمن عليهم بدون مقابل واثنين بنأخذ منهم الدية. ها؟ وين؟ ديته دية المقتول أو السدس؟ وديته واحدة، لكن هل تقسم على الستة ويكون كل واحد سدس الدية؟ أو نقول ما دام مستحقين للقتل والقتل في مقابل الدية ولا يستحق أكثر من دية، يعني قتله ستة نأخذ ست ديات؟ إيه القصاص ولكم في القصاص حياة. وعلى كل حال كلهم قتله، كلهم يريدوا قتله وشارك في قتله لينهي حياته، فهو مستحق لذلك، وحكم عمر واضح. إلى عدم تنفيذ الحد، لأنهم إذا يتحايلون يقتلونه خمسة ستة ويقال ما يقعد إلا واحد منهم تحكم. مثل غيره. الولد يقتل أبيه؟ ما يقتل، يعني هل يلزمه أن يعفو؟ إذا ما أراد القتل قتل أبي شو؟ ما لها أهل هي؟ نصاب ها؟ خلاص ما حسن الله إليك. نعم، نص الفقهاء على أنه متى ورث قاتل دم مقتول أو ورثه ولده سقط القصاص. شو أركب هذا؟ لم يجب
له قصاص عليه لو جنى عليه، فمن باب أولى ألا يجب له قصاص لو بجنايته على غيره. جناية غيره عليه. لكن الولد لو جنى عليه أبوه لم يكن للأب معروف، هذا تقدم معروف. نعم، فإذا كان لا يجب للابن قصاص على أبيه بجنايته عليه، فمن باب أولى ألا يجب له ألا يتسبب في قتله بجنايته والقاتل غيره. وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك. وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فللأولياء قبول ذلك لهم، يمس عليهم لهم مثل ما يبذل الآن 10 ملايين 20 مليون 30 مليون موجود الآن يعطونهم حتى يرضوا. وإذا قتل من للأولياء يقيد به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فللأولياء قبول ذلك. لكن إذا كان القاتل له سوابق وقتل عدة أشخاص صنع بهم مثل هذا، بعض الناس ما يهمه 30 مليون ولا 100 مليون ولا غير، يمشي ويقتل ويبذل، هل يتركه ولي الأمر يعيث في الأرض فسادا ويشتري دماء الناس بأمواله؟ الشيخ الإسلام لك كلمة جميلة في هذا، يقول لا يكون العفو مشروعا إلا إذا كان إحسانا، ولا يكون إحسانا إلا إذا كان عدلا، ولا يكون عدلا إلا إذا لم تترتب عليه مفسدة. الآن القصة متبنات أن يتسبب في العفو مهما بلغ المبلغ، ويسمونه اعتاق رقبة ويرجون ثواب العتق. وهذا الشخص مثلا نفترض أنه معروف عنده أموال أو بيجمع من قبيلته ويؤذي الناس يتكففهم ويضيق على حقوق الفقراء بأخذ الأموال الطائلة من الدية بهذا السبب وهذه الذريعة، لا شك أن المصالح والمفاسد مراعاة. نعم، كغيرها من الجنايات. يعني افترض أنه فعل جريمة يستحق عليها حد أو رجم أو ما أشبه ذلك، فأريد الستر عليه، من ستر مسلم ستره الله. مالك يقول لا، ما بكل الناس يستر عليه، إذا عرف بالجناية والتعدي على الناس وانتهاك أعراضهم فمثل هذا لا يستر عليه، لا يجوز الستر عليه، بخلاف من وقع في هفوة أو بزلة ولم تتكرر منه هذا يتجه الستر عليه. ها؟ ما يستر عليه في قضايا الحدود قبل أن تصل الإمام، قبل أن تصل الإمام، حتى لو وصلت الإمامة جاري وقع في قضايا حدودية مثل شرب مسكر أو وقع في الزنا، لك أن تستر عليه ما لم تصل إلى الإمام ما لم يشتهر بشر مثل ما قال الإمام مالك. ما تسكت إذا كان مو بصاحب سوابق وقع في هفوة وزلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن الأسلوب المعمول به الآن ويصرح به من باب الدفاع عن الجهاز عن الحسبة أنهم يسترون بنسب عالية جدا حتى أوصلوا إلى 98، هذا مو بشرعي، هذا يسهل الجرائم ويعطل الحدود. هو الإشكال أنه إذا لم يشعر أو لم يشعر وليها تستمر، ولا يوجد من يردعها إلا وليها. نعم يترتب عليه مفاسد،
قد يترتب عليه طلاق، قد يترتب عليه أحيانا قتل. بعض الناس غيرته تزيد عن الحد المشروع فيقتل، هذا موجود. لكن أيضا بعد ضياع الناس بهذه الطريقة من قبض عليه متلبس بجريمة، وقد تكون الفاحشة الكبرى ومع ذلك يسترعى أمر المرأة خشية ما يصيبها من الضرر، تعطل الحدود وتنتشر الفواحش والجرائم بهذه الطريقة، هذا ليس بحل. لا بد من التوازن، يقضى على الجريمة ويسترعى الناس بقدر الأمر المشروع، تحصل المصالح وتدرء المفاسد بقدر الإمكان. يقول إن الهيئة لا، القاضي نعم، القاضي حاكم، وهذولا أعوان. لا وإذا قتله رجل وأمسكه آخر، وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت. حبس الماسك لأنه أمسك فيحبس فيمسك، أمسكه حتى قتل فمات، يمسك حتى يقتل حتى يموت، يعني من باب مماثلة فيما صنع. منهم من يقول أنه مشارك في القتل، هو مشارك شريك للقاتل فيقتل معه، لكن ما قاله المؤلف ظاهر، لكنه ماسك فيمسك يحبس نفس ما صنع. ذكر عن علي رضي الله عنه لكن ما يثبت. شو ذكره صاحب المغني؟ ذكره وخرجه من قال دار القطني، بس كتاب الحدود ديات، لكن ما حكم عليه. ما هم بيحكمون. ومن أمر قتل عبده، ومن أمر عبده أن يقتل رجلا، أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا، كذا لو أمر صبي أن يقتل، أو أمر عبدا لا يفهم من العربية ما يعينه على معرفة أن القتل محرم، أو أمر مجنون كذلك. إذا لم يكن المباشر أهلا لتنفيذ الحد عليه فإنه ينتقل إلى المتسبب، فإن الحكم ينتقل إلى المسبب، ويكون المباشر كالآلة، ويكون المباشر كالآلة. إذا كان المباشر غير أهل لتنفيذ ما أوجب عليه فإنه ينتقل إلى المتسبب، بخلاف ما لو كان أهلا فإن الآمر يعزر، والمأمور إذا كان أهل لأنه مباشر، والمباشرة تقضي على أثر التسبب. الذي يقول أنا والله أنا لا أصور، إنما لتصور الآلة، ألا ارتكب المحرم الآلة، أنا لا، أنا ما صورت، أنا صورتها الآلة، الآلة محل لإقامة الحد عليها والحكم لا. إذن المتسبب وهو في الحقيقة مباشر، هو في حقيقته مباشر، مثل الذي بيده مسدس ويقتل، نقول الله ما قتلت، الذي قتل المسدس، نقول لا، أنت قاتل ومباشر للقتل، وأنت مصور ومباشر للتصوير. وكان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم، لكن إذا عرف أن القتل محرم لكن لا يعرف أن فيه القصاص، ها؟ يعني يقتل، يقتل مثل من يعرف أن الزنا محرم ولا يعرف أن المحصن يرجم، مثل من يعرف أن الزنا محرم ولا يعرف أن الزنا أنه يرجم إذا أحصن، أو شارب الخمر يعرف أنه محرم ولا يعرف أنه يجلد، وهكذا.
يقام عليها حد. وسمع أن الزنا أو قرأ في كتاب الله أن الزاني والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كلهم إحنا منهم 80 جلدة 100 جلدة 100 جلدة ويقرأ هذا في كتاب الله ولا دري أنه إذا تزوج أو عرف أن المحصن مثلا يرجم لكنه يقول أنا تزوجت ولا طورت معي المرأة فأنا حكمي حكم الأعزب ولي 40 سنة ما عندي مرأة وش الفرق بيني وبين غيري. بعض الناس ما قد يتصور مثل هذا لا يرجم. في قصة العسيف أفتوا والد الزاني بأن عليه 100 من الغنم ما عليه إلا 100 من الغنم قال الغنم رد عليك فجلد 100 جلدة واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها يعني سواء كانت تعرف أن عليها الرجم ولا ما بخلاف من لا يعلم تحريم الزنا من لا يعلم التحريم هذا معذور. هذه ذكرناها في مناسبات كثيرة أن مثل هذه الأمور ليست إلى النساء ليست إلى النساء وإنما هي للرجال وإن كان الطرف فيها امرأة ما قال روح يا عائشة روح يا فلان روح ما في نساء الأصل ما في نساء ما في إلا الرجال المرأة ما تثبت لمثل هذا في قضايا كثيرة لو اطلعت عليها النساء ما يمكن يصابون بجنون ذهول نسأل الله العافية. كم؟ لابد يقرأ 4 مرات. 4 مرات إيه. يقول نعم اعترف الزني نعم اعترف. يعترف 4 مرات ويشهد عليه 4. قال ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد لأن العبد بمثابة الآلة والقاتل في الحقيقة هو السيد وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد خطر ولا حضر عندنا حضر حسن. حضر عندنا حضر يعني تحريم وإن كان العبد يعلم حظر القتل يعني تحريم القتل قتل العبد وأدب السيد هذا مجرد أمر لكن فيه إكراه إن لم يقتل قتل إن لم يقتل قتل فهل الإكراه يتصور في مثل هذا ويعفى عنه لأنه مكره لا يقتل ولو هدد بالقتل ولو رأى من أمامه يقتلون لأنهم لم ينفذوا القتل يعني من قادر فإن بقاءه ليس بأولى من بقاء أخيه وحينئذ يقتل لكن هذا متصور في أن ينفذون الحدود ها؟ جيء له برجل من السجن على أنه محكوم عليه بالقصاص أو بما يقتضي القتل وقيل له نفذ ولا يعرف أنه معصوم ما ارتكب ما يوجب القتل مثل هذا ويتصور منه أن يخفى عليه ذلك والعادة جرت أنه يؤتى من السجن بالسيارات المعروفة السود ويقدم للقتل فيأتي من يقتل وهذا واحد منهم أو قدم له 10 وهذا واحد منهم وأمكن ذلك وأمر ذو سلطان يحكم في العادة بالقتل وينفذ
وجارت عادته أنه لا يحكم على من لا يستحق، جرت عادته بذلك فإنه يدرى عنه. يعذر. لكن إذا كان جرت العادة بأن هذا ظالم، مرة يحضر واحد بحق ومرة يحضر واحد بباطل، هذا لا خير، لابد من أن يتأكد. نعم. إيه؟ الأصل لا، الأصل لا، لكن إذا كان ما فيه وفي الأصل أنه لا بد أن يذوق مرارة ما أحدث، هذا الأصل. ها؟ لا ما يعاد، لأن إعادته تنفي الحكمة من 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 القصاص. وشو؟ لا يعاد، العبرة والعظة منه ومن غيره تنتهي. إيه تقطع، لأن العبرة من قطعها والفائدة والحكمة من شرعية هذا الحد تزول. شلون؟ الأصل أنه مقطوع وباقي مقطوع، هذا الأصل، لأن الحكمة من تشريع هذا الحد زالت. يقطعي، لأنه ما تم الحد. لو عاده غير العضو المقطوع شلون؟ يعني عضو صناعي أو السن مثلا ركب مكان السن وهو جناعي. المقصود أنه نفذ الحد ولم يعد نفس المقطوع. نعم، لكن صناعي بحيث يعرف أنه مقطوع ما في إشكال. شو يقول صاحب المغني مسألة أخيرة؟ آخر مسألة. إيه. الأسبوع القادم في درس الشيخ. ها؟ لا، الأسبوع القادم خلاص ترى اختبارات. بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل ولا يعذر في فعله، ومتى كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه يؤدب سيده بأمره بما أفضى إلى القتل بما يراه الإمام الحبس والتعزير، وإن كان غير عالم بخطره فالقصاص على سيده ويؤدب العبد خطره ولا حضره في المثل كتب خمدين حضر عندنا حظر. يقول وإن كان خطر مهم مجهول. خطر القتل عندنا في المتن كذا. خطر، أقول خطر ليس مجهول، مجهول الحظر. قال أحمد يضرب ويؤدب، ونقل عنه أبو طالب قال يقتل المولى ويحبس العبد حتى يموت، لأن العبد صوت المولى وسيفه. كذا قال علي وأبو هريرة، وقال علي رضي الله عنه استودع السجن، ومن قال بهذه الجملة الشافعي، ومن قال إن السيد يقتل علي وأبو هريرة، وقال قتادة يقتلان جميعا، وقال سليمان بن موسى لا يقتل الآن ولكن يديه ويعاقب ويحبس، لأنه لم يباشر القتل ولا ألجأ إليه فلم يجب عليه القصاص، كما لو علم العبد خطر القتل. ولنا أن العبد إذا كان غير عالم بخطر القتل فهو معتقد إباحته، وذلك شبهة تمنع القصاص، كما لو اعتقده صيدا فرمى فبان إنسانا، ولأن حكمة القصاص الردع والزجر، ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة، وإذا لم يجب عليه وجب على السيد لأنه آلة له، لا يمكن إيجاد القصاص عليه فوجب على المتسبب به، كما لو أنهشه حية أو كلبا أو ألقاه في زبية أسد فأكل. يفارق هذا ما إذا علم خطر القتل فإن القصاص على العبد بإمكان إيجابه عليه مباشر له، فانقطع حكم الآمر كالدافع مع الحافر، ويكون على السيد الأدب لتعديه بالتسبب إلى القتل. انتهى. يا
يظنه صيدا أو وحشا فبادره بالقتل فتبين إنسان. جاء في الأخبار سابق وغيرها قبل 6 أشهر أن شخصا رأى شيئا أسود في شجرة فرماه يظنه قردا، فتبين امرأة عجوز تقطع من أوراق الشجر وتلقي على غنمها تحت. حاصل هذا شو يصير؟ هو ما قصد قتل آدمي، يعني قتل ما له قتله. ها؟ له فعله لا وأنا أقتل القرد وما لا هابد مجرد ما شاف هالمرت اللي يمكنه كبر حجم القرد صغيرة. هي ظنها قرد. لكن إذا احتاجوا أن يصعد في الأشجار من الذي يجني الثمار؟ وش صار؟ أراد أن يقتل ما له قتل، وإذا تعدى وآذى لا شك في أنه هو المؤذي يقتل. يكون مشروع. ومن المسائل التي عرضت بالنسبة للقردة، السائل يقول والعهد عليه، السائل يقول أنه أن له غنم في حوش عدا عليها جمع من القردة فنزوا عليها. قال السائل والعهدة عليه فحبلت بقردة، هل يقتل هؤلاء القردة ولا يستطيع التمييز بينهم وبين غيرهم فيقتل كل ما رأى من قرد، أو يقتصر الأمر على الجاني والمعتدي الصائل هذا؟ مش الجواب ترى ما هي مفترضة، السؤال حاصل والواقع الله أعلم به، لأن بعضهم يستبعد مثل هذا. شلون؟ بعضهم قال لا يقتل إلا المعتدي. هذا إذا صح الخبر، كل الأمر معلق بصحة الخبر. فقال واحد من يفتون، فقال يقتلون جميعا، واستدل بقوله جل وعلا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ها؟ جميل. شو؟ قول حسن. هكذا يقول الأطباء، لكن الله أعلم. حتى جاء سؤال في جاينا اليوم يقول إن وفي بعض الجهات عند الكفرة ينزون الخنازير على الغنم فتحبل بخنازير، هذا كلام. نعم الحصان على على على, على الأتان يأتي ببغل، تأتي ببغل أو العكس.
أجل يقطع عنه الطعام والشراب؟ لا، إذا قطع عنه الطعام عرف أنه بيموت، حبس عادي لأنه غير مستحق للقتل. نعم. شو؟ هو التعجل، التعجل على كل حال له أثر في الحكم، كونه تعجل ضرب ما لم يتبينه له أثر، لكن لوجود هذه الشبهة. ذكر المغني إذا قطعت الأذن أو السن فأرجعت، ذكر وش يقول؟ ذكر المسألة، يقول ذكر هاي. قال: انقطع أذنه فأذانها فألصقها صاحبها فالتصقت وثبتت، فقال القاضي يجب القصاص. ثانية وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق، لأنه وجب بالإبانة وقد وجدت الإبانة. وقال أبو بكر: لا قصاص فيها، وهو قول مالك، لأنها لم تقم. إيه، هذا أعيدت أذن المجني عليه. أذن المجني عليه ليس إيه، هذه أعيدت أذن المجني عليه. لك فصل آخر في الأمر الثاني. نعم، كمل هذا والذي يلي. قال: فلم يستحق إبانة أذن الجاني دواما، وإن سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص ويرد ما أخذ. وعلى قول أبي بكر: إذا لم تسقط له دية الأذن، وهو قول أصحاب الرأي. وكذلك قول الأولين: إذا قال دية، وقال مالك: لا عقل لها إذا عادت مكانها. فأما إن قطع بعض أذنه فالتصق فله أرس الجبر ولا قصاص فيه. وإن قطع أذن إنسان فاستوفى منه فألصق الجاني أذنه فالتصقت، وطلب المجني عليه إبانتها لم يكن له ذلك، لأن الإبانة قد حصلت والقصاص قد استوفي فلم يبق له قبله حق. فأما إن كان المجني عليه لم يقطع جميع الأذن، إنما قطع بعضها فالتصق، كان المجني عليه قطع جميعها، لأنه استحق إبانة جميعها ولم يكن إبانة، والحكم في السن كالحكم في الحكم. فصل: ومن ألصق أذنه بعد إبانتها أو سنه فهل تلزمه إبانتها؟ فيه وجهان مبنيان عن الروايتين: فيما بان من الآدمي هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا هو نجس لزمته إزالتها ما لم يقف الضرر بإزالتها، كما لو جبر عظمه بعظم نجس، وإن قلنا بطهارتها لم تلزمه إزالتها. وهذا اختيار أبي بكر وقول العطاء من أبي رباح وعطاء الخراساني وهو الصحيح، لأنه جزء آدمي طاهر في حياته وموته، فكان طاهرا كحالة اتصاله. فأما إن قطع بعض أذنه فالتصقت لم تلزمه إبانتها، لأنها طاهرة على الروايتين جميعا، لأنها لم تصل ميتة لعدم إبانتها ولا اقتصاص فيها. قاله القاضي وهو مذهب الشافعي: لأنه لا يمكن المماثلة في المقطوع منها. والله أعلم. في قبل 30 سنة أثير في الصحف أن شخصا أقيم عليه الحد بقطع يده في السرقة، وسعى في إعادتها وأعيدت، وحصل كلام لأهل العلم في المسألة، منهم من يقول أن الحد لم يتم، ومنهم من قال أن القطع حصل وليس المجني عليه أكثر من ذلك، فما حسمت المسألة، ما حسمت. الكلام الموفق ما تعرض للحدود، تعرض للجراحات والخصائص، أما الحدود لأن فيها ظاهرة أن يستمر القتل. لكن إذا أعادها ما حصلت النكاية به بالقدر الذي حصلت منه. لكن في الغالب لا تعود يا شيخ، لا تعود كالسابق من ناحية العمل ولا. الآن إذا كانت طرية في وقتها يمكن. شو؟ تعلق في عنق ليس في مكانها.
اي نعم، لأنك أصل الحد الحكمة المرتبة على الحد ما تتم، لا تتم بمثل هذا أن تعاد كما هي. وإذا طال الوقت ما استطاع. نعم. قول عمر لو تمالع صنع أو صنع العبد والسيد هل يقتلان جميعا؟ لا، بس واحد باشر واحد ما باشر. بس هو يعني كلفه بالقتل. كلفه وأمره. إيه، لكن كلف مكلف تحمل مسؤوليته. أما إذا كلف صبيا أو مجنونا أو عجميا لا يعرف حكم القتل يتجه للكلام للسيد. الأقرب منها الماسك يا شيخ، كان في النفس منها شيء. من المشارك إذا لم يكن الماسك مشارك؟ بس ما ليس عمله يفيد، ما ليس عمله يقتل، عمله باستقلاله لا يقتل. مساك يحتمل انها مساكه ولا غير القتل، يعني في احتمال يرد عليه، لكن المشاهد وش يبيب؟ وش يبيب؟ وش يبيب ويمسكه؟ قد ويشوف شخص معه يظن انه لا يريد قتله وانما يريد ضربه، معه القرائن تدل على انه يريد قتله، معه سيف ومعه هذا في احتمالات. شو يقول؟ الشاب طبيعه انه اذا كان امسكه ولا يعلم الرادف الاخر لا يأثم. لا يأثم؟ لا يلزم. إيه؟ وإذا كان يعلم أنه بيقتله يعني هو لا يستحق الدية واحدة، لا يستحق الدية واحدة، لكن لو قالوا لقال بعضهم أنه بندفع على مليون، اثنين من الستة قالوا يدفع على مليون ويعفى عنا، الأمر لا يعدو مثل ما قيل في الدين الكامل. لا، المحرم ما يعاقب به. دليل الجمهور أن الركن في التشهد لا صلاة للصلاة. إيه. دليل.